السلام عليكم، معكم الأخ عبد الرحمن ذكير على القناة ذكير إنجليش الدرس 95. considerate يعني هنا كينضغط على S وهذه نقراوها سي سيد سيد كان سي كان سي كان سي دي ريت considerate 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 يعني هي grammatical adjective واحد منها ثلاثة توصف من الاسم. وكونسيديريت يعني كونسيدر يعني شي واحد تفكر يعني تفكر في الإحساس يعني تفكر في الشعور والاحتياجات ديال الناس يعني تنقولوا حنا تراعي للناس يعني تي تي تراعي الشعور ديالهم تراعي الاحتياجات ديالهم. هادشي باش في داك القصة ديالهم السيد يعني ديال دوك الفلاحة يعني كان ديك الخدمة جماعية شي تراعي لشي شي تراعي لشي يعني in considerate way يعني كانوا تخدموا in considerate way يعني بمراعاة يعني بواحد الطريقة اللي تتراعي الاحتياجات والأحاسيس ديال الآخرين. in considerate way butchering بحال مثلا تحتاجوا butchering يعني تقطيع اللحم يعني تبداو يتعاونوا بيناتهم كاين اللي تقطع اللحام كاين اللي تقطع الخشاب كاين اللي تنسج الصوف وهكذا. يعني عاودوا معايا المثال in considerate way butchering etc in considerate way in considerate way in considerate way in considerate way. إلى أن نلتقي إن شاء الله في حلقة مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.